لقاعة تدعو للفخر. يعني أنا واقف أمام أساتذة اتعلمت منهم، أساتذتي وقدام تلامذتي وقدام زملائي، تكريم لفنانين كتير زي تكريم أحد تلامذتي الفنان مصطفى شعبان اللي أنا كنت فخور امبارح وأنا بسلمه التكريم. لازم العرض الأول على الأقل أو العرض الثاني بعد مهرجان شرم الشيخ ما ينتهي يتعرض في القاهرة، أهم العروض ده عشان برضو جمهور القاهرة يقدر يعرف إيه الفعاليات اللي بتقدمها المهرجان. يمكن أنا تبرعت للنفقة عشان طبعا ده بيبقى عد على المهرجان كنفقات. لجنة الأفلام كان لها دور كبير جدا وهو دور توثيقي. شباب اللجنة دي بقيادة كريم وسامة والشباب اللي معاه، الحقيقة أنا شايف حماسهم من أول المؤتمر الصحفي اللي تم في القاهرة قبل بداية المهرجان وقبل وصولنا شرم الشيخ. أنا بقول إن ده أكبر معمل أو مختبر معملي بيتدربوا فيه عشان يطلعوا أعظم إبداع بالنسبة لهم، وأنا سعيد جدا باللي أنا شفته امبارح لأنه حقيقي منظم وموثق.